مواصلة للتعاون السعودي الصيني الذي تنامى في الفترة الأخيرة في مجالات مختلفة، جاءت زيارة وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري إلى بكين، والتي عقد خلالها لقاءات مع مسؤولي الإعلام الصينيين ووقعت اتفاقيات مع عدة جهات. أعرب عن خالص امتناني لتواجد اليوم في هذا الجمع الطيب الذي يؤكد على عمق العلاقات السعودية الصينية. ودائما دورنا في الإعلام هو عكس هذه العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية والتأكيد عليها. وزير الإعلام السعودي ناقش مع مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني فرص التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات وتعزيز العمل في مجال تكنولوجيا الإعلام. كما نعرف يصادف السنة القادمة هي يعني ذكرى 35 لتأسيس العلاقة الدبلوماسية بين الصين والسعودية، وأيضا هي السنة الثقافة بين الصين والسعودية، فيعني أظن سوف يتيح لنا يعني فرصة مميزة لتبادل بين الإعلام في كلا البلدين. وفي جامعة بكين التي يدرس بها عشرات الطلاب السعوديين، وقعت مذكرة تفاهم للتعاون بين منصة سعودي ميديا وجامعة بكين للغات والثقافة بحضور وزير الإعلام والسفير السعودي. واجتذبت أمسية الإعلام التي أقامتها الوزارة في بكين حضوراً كبيراً من مسؤولين وإعلاميين وكذلك مستثمرين في المجال الإعلامي. أنا جيري، نشارك اليوم في هذا الحدث الأمسية الإعلامية وزيارة وزير الإعلام السعودي لآسيا لأول مرة. العلاقات الإعلامية الثقافية بين الصين والسعودية دخلت الآن في مسار نمو سريع. الحضور الصيني من المستثمرين شمل أيضاً شركات شرعت العمل بالسعودية في مجالات مختلفة من بينها الطاقة. نحن شركة استثمار مملوكة للدولة، نظراً للمخطط الكبير الذي وضعته السعودية لعام 2030، وتحتاج هذه الشركات إلى أسواق كبيرة، والسعودية توفر لنا ذلك. الزيارات المتبادلة بين المسؤولين السعوديين والصينيين تأتي تأكيداً على أهمية كلا البلدين لبعضهما، خصوصاً وأن حجم مشاركة الشركات الصينية في المشاريع الكبرى بالبلاد يعد من الأكبر، كما أن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 100 مليار دولار عام 2023.